مش عارف بقى على حد صاحي دلوقتي ولا لا، بس لو حد صاحي بقى يخرب كده الشير وولع الدنيا عشان خاطر الرجالة تجمع، وعبال ما انا برضو اروح اخرب الشير يعني. فالمروح اخرب الشير ارجع عليه الناس كلها عاملة شير، الرجالة بالله عليكم عايزين ننجز حالنا. لايف عادة غيز، بس احنا جايين متأخر شوية. لايف عادي جدا جدا جدا. يا سلام. بس بحاول اعمل شير، الصفحة كانت معلقة عندي بالظبط يا زياد. احنا داخلين على سهرة، لسه راجع اصلا البيت من مفيش 5 دقايق، يا دوبك ما غيرتش حتى هدومي ولا نطلع لايف. عايز شيرات بقى حلوة كده، خلي الناس اللي صاحية تجمع معانا. عندي امتحان بكرة؟ لا مفيش امتحانات بكرة. اسهر راجع معانا، خليك معانا راجع. احنا النهاردة مش رايحين نلعب، احنا النهاردة جايين مراجعة ليلة امتحان علم رياضة المثلثات. منورين يا رجالة، رجعت على اللايف اهو. بس انا زعلان اوحي، ولا تزعل ولا اي حاجة نجار، مفيش حد زعلان اكتر مني دلوقتي. انا لسه خسران مليار وانا قاعد على البحر كده، خسران مليار والله. عايزين نعوض بقى في اللايف، همتكم معانا ناخد كام دور حلوين ونقوم نرد الناس اللي قاعده معانا وسهرانين معانا. هلعب باكونت واحد كده بس في الاول نسخن. مراجعة تالتة ثانوي عام دلوقتي؟ لا ملناش في تالتة ثانوي، احنا ربنا يتولاهم دول. بس نلاقي بقى تفاعل بس موسى، مصطفى موسى، نلاقي بس تفاعل. مش عارف يا اخي شكلها كده هنقعد الساعة ونقفل وخلاص. عم اللايفين اللي فاتوا كنت مستعجل مرة عشان عايز اقفل عشان نروح على الديسكورد، والتانية كنت مستعجل عشان خاطر الناس عايزة اللي معايا عايزين يقفلوا كده، عايزين يروحوا يشوفوا اشغالهم. فغصب عنا صح، اول لايف قفلتها غصب عنا عشان الديسكورد، والتانية قسامة عشان مدورة كانوا عايزين يقفلوا. لكن دي اللايف بتاعتي انا، اقفل وقت ما انا عايز. احلى واحد في الدنيا اندرويد ده. هو أسامة راح فين؟ ولا راح في أي حتة يا عم، هيطلع لايف بكرة وبعده عادي. وحيد الإيميل فتح، يا ريته ما فتح. لا مش هلعب، احنا عايزين نلعب ونكسب بقى، مش عايز أرمي خلاص. معايا ورقتين بس حلوين، بس الاتنين والسبعة ملهمش أي لازمة. نقعد اكتر كمان اراقي لو انت عايز، لو لقيت فيه تفاعل نقعد اكتر من ساعتين كمان. وانت بتاعك زار يا ابويا مشكله. بقول لك وحيد، انا عايز لينك ديسكورد عشان اتفرج اجيبه منين. او حاضر هبعته لك، بس نفتح الديسكورد كده في نص اللايف ان شاء الله. نقعد 3 ساعات يا عم، نقعد اكتر بس يبقى فيه تفاعل. انا كده كده ما وريش حاجه بكره، بكره اجازه عندي الشغل ولا مشغول. اخش اعمل شير واجي لك، الراجل ده بيتكلم صح. بس الشيرات في جروبات تقيله بقى، جروبات فيها ناس عشان نجيب تفاعل عشان نكمل بالله عليك. اه وحيد يا عالم انت مش بترد عليا ليه؟ ما اقدرش يا محمد حسين، ما اقدرش ما اردش عليك يا حبيبي، بس لسه شايف الكومنت بتاعك والله. علي عصام منور الدنيا كلها. يا سلام والله الرجاله طول ما هي قاعده معانا كده احنا قاعدين نلعب الصبح. ولو في حد يا جدعان معاه ملايين يجي ينط يلعب معانا، لو حد معاه ملايين وعايز يجي يلعب يجي، بس يقول لي بس اسم الكونت عشان ايه نظبط الدنيا مع بعض. ولا اي امتحانات يا عم، انت الكونت فيك اصلا، انت بتشتغل مين؟ بالظبط جروبات كونكر وغير كونكر اكلاني، اي جروب فيه تفاعل صح، كونكر مش كونكر المهم يكون الجروب فيه تفاعل ان شاء الله، حتى لو جروب مطلقات. احنا كل اللي يهمنا التفاعل. تعالى معانا بكره البسين. بسين ايه يا عم، انا كنت في نص البحر النهارده. بسين مين؟ صلي على النبي. فريد نجيب بقالي كتير مش بخش لايف، ما انت عشان تلاقيك بتسهر بالليل بقى، صعب ان انت تلاقي لقطات بالليل كده. مفيش ورقة بينزل لي ليه يا جدعان؟ مسا مسا عليك يا محمد عماد منور الدنيا. جدعان اللي قاعد مش عامل لايك بعد اذنكم يعمل لايك، واللي قاعد مش عامل شير يعمل شير. ايوه اي جروب يا اسطى، اي جروب عليه تفاعل والله. طب انا يأست ان ينزل لي ورق، هلعب بالورق ده وامري لله.
على امل بقى ينزل لي خمسه، ينزل لي ترتيب على القليل كده على الهادي، ينزل لي اي حاجه ناخد دور ده ونوزع. لو خدناه خدناهوش، او احنا خدناه بس مش الدور. ولع الشير يا عم. طب ما تخلينا نشوف كده. علي عصام، علي عصام ادي واحده شير، اتنين تلاته اربعه خمسه سته، ستة شير علي عصام، ستة شير. كل شير ينتح اللي قبل منه او اللي بعد منه، شوف انت عايز ينتح مين. احمد سمارة والله لسه شايف الكومنت بتاعك يا حبيبي، نور الدنيا كلها. رد ثانية عشان عايزك اقول. مية عالي انت ولا مش عارف اسمك ايه؟ قول قول قول، رديت عليك والله. ايه جاي معانا بخسارة بس يعني؟ تمام. ما بلعبش هولدم ليه؟ عشان مش جاي معايا سكة، بروح بفضل اخسر اخسر اخسر، لكن هنا بخسر وبكسب. يا عم نروح عشان خاطر عيونك. يا سلام عينيا الاتنين يا صاحبي، انت تقوم وروح من نفس وام 30 كمان مش اي حاجة. صح مفيش ام 30 فيه، بس على خمسة الفور. مفيش حد قاعد عليها. خلينا بقى لما 10 مليون. اقول لك حاجة، انت غالي يا باشا، انت الغالي من الغالي. طب ليه شمامك اقل من ام 50؟ اكيد في سحب شير يعني، هنكون نروح فين الشير يا جدعان؟ وبعدين من غير سحب شير ومن غير حاجه يا جدعان، اللي يقدر يعمل حاجه يعملها عشان التفاعل يزيد. التفاعل هيزيد، هنقعد نكمل في اللايف، هنكسب، هنوزع اكتر. انا مش بستنى حاجه عشان اوزع، ولا انا بوزع كل ما بكسب. طب انا رديت عليك وانت رحت بعت لي الاي دي، افهم انا ايه من اللي انت قلته؟ شو يعني ايه لما تفتح رد عليا ثانيه؟ عايزك انا رديت عليك ورحت بعت لي الاي دي. والله انت وحشني اكتر يا نجار، كلكم وحشيني والله. جايبه 10، انا بضعف قصاد الورق ده والله العظيم. انا بضعف قصاد الورق ده. سبح سبح. انت جاي لي باكونتين بتشير يعني؟ تمام تمام يا عمدة. ادوس ايه طيب عشان اشير؟ ادوس مشاركة، ادوس مشاركة. انا فلت، مش واثق في الورق بصراحة. مش ورق برضه يتلعب بيه يعني. انا بحب الورق او كل حاجة، بس مش ورق يتلعب بيه. كان ناقص لي بنت دلوقتي ويبقى معايا ترتيب. يا رب البنت متنزلش يا رب. نزل فلاش وانا ما كانش معايا فلاش، كسبها فلاش. الحمد لله ان احنا ايه ما لعبناش. حتى لو كان نزل لي الترتيب ما كانش هيبقى ليه لازمه، ان هو معاه فلوس شاير. جيت ده وحيد احسن مش كده؟ بالظبط، احسن من التاني اللي اسمه ام عمر ده، بس ان هو اكونت نجس بصراحه. نلعب بقى امرنا ليه؟ عشان اعرفك بس انا ليه ما بحبش التاكسي. ايه ده، انا كسبت عادي يعني، في ايه مالكم؟ ما انا مكبر الموضوع ليه؟ طب ما التكسس حلو يا جدعان، بس انا كسبت بايه؟ كسبت بتو بايه؟ كسبت كده حظ هبلولي والله. احنا كده من ساعه ما ابتدينا اللايف كسبانين 57 مليون، حلو الكلام؟ هنشيل 500 وهنقوم نوزع بقى من الباقي. هنختار خمس اسامي برضو كالمعتاد يعني، خمس اسامي. يلا ايدات يا جدعان، ايدات ايدات. هناخد اي دي بتاع باسم محمد، محمد النجار. ثانية واحدة يا جدعان، زياد حاتم. كلاني يا كلاني، فاضل واحد، فاضل واحد، عايزين ناخد كمان واحد بس. جيمي يا جيمي، منور الدنيا يا جيمي، معلش لسه شايف الرسالة. وعمر حسن، خمس أسامي اللي أنا قلت عليها يفتحوا الأكونتات، اللي قافل هناخد مكانه، واللي ما كسبش هيكسب معانا ما تخافوش، إحنا كل ما بنكسب بنقوم نوزع والله. كل ما بنكسب بنقوم نوزع. يا خوفي لو ما كسبناش تاني بقى، هي دي المشكلة فعلا.
يعني يا جدعان عايزين تفهموني ان ده كده كل الشيرات اللي ربنا قدركم عليها، يعني 300 شير دول ده كل اللي ربنا قدركم عليه؟ اصل انت لو مش شايف الجروبات دي فكان زمان التفاعل بقى اكتر من كده بصراحه. فانا مش هقول لكم اظبطوا الاداء، المفروض انتوا تظبطوا الاداء من غير ما اقول لكم تقدير يعني. اتش كمان ظهر في الشيرات منور الدنيا كلها. اتش يلا بقى هنكمل عادي يا جدعان، هنكمل كمان شويه نكسب كمان دور ان شاء الله ونكمل. اقول لك على حاجه، انا انت عارف بكسب دور على ترابيزه ام 50 ولا ام 100 لازم انزل تاني تاكس، فنسحب 15 مليون ونطلع على ترابيزه ام 10 مليون عادي. التاكسس برضه التاكسس بقى طلعت حلوه خلاص، احنا بس اللي ايه كنا ظالمينها. روقان الليل وربنا، والله روقان بيكو يا حازم، والله اللايف من غير ولا تسوى. اخويا وحيد ده نورك حبيبي اتش حبيبي. خلاص يا جيمي، جيمي خلاص يا جدعان، محدش ينزل ايديات تاني، لما نكسب ان شاء الله نوزع عشان اعرف اشوف الكومنتات ورد على الناس. انا لسه خسران المليار يا زياد، قاعد على البحر كده قلت افتح اتسلى شويه، رحت شادد المليار خسرته والله. انا حرفيا النهارده من كام ساعه كان معايا مليار ونص، دلوقتي ما بقيش معايا غير النص، فان شاء الله نعوض يعني. ولا نسيتك والله يا علي، والله ولا نسيتك، بس الايديات اللي جت قدامي بقى عادي يا معلم، مش اول ولا اخر مكسب ان شاء الله نكسب تاني دلوقتي ونقوم نوزع. كفايه اي دي يا جدعان، عليك نور، كفايه اي دي بقى. ولا مره تختارني يا ابني، احنا لسه بادين اللايف ولا مره، احنا اصلا ما اخترناش غير مره لحد دلوقتي، كله هيكسب يا جدعان، قلت والله والله كله هيكسب، بس فايه ده لما نيجي نوزع بس ننزله اي دي. يا هلا يا هلا بالناس اللي لسه جايه اللايف بالظبط، لسه بدري، احنا بنتكلم كل ده ما عندناش غير 10 دقايق، احنا لسه بنقول يا هادي، ها بناخد نفسنا اهو. الكومنت بتاعك ظاهر ابويا مشكله، بس مش معنى ان انا ما خدتش الاي دي بتاعك ان الكومنت بتاعك مش ظاهر، قلنا كله هيكسب بس بالوقت يا جدعان بالعقل. عم فين اللي مش معبرك يعني؟ والله بقرا الكومنتات اللي قادر عليها كلها، بس انت ممكن تكون اتكلمت ساعه لما الناس كانت عماله تحط الاي دي ورا بعضها، فانا ما قدرتش ان انا اشوف الكومنت بتاعك، عشان كده بقول محدش ينزل الاي دي غير لما نيجي نوزعه بس. انا كنت فول هاوس، بس انا هعرف منين انا وري وحش؟ انا كان معايا ايس و8 عشان تبقى فاهم، انا كان معايا ايس و8. لا يا عم برد والله على كله. فارس يا فارس بنورك يا معلم، منور الله كلها. نعمل توزيع لايكات، هنعمل كل حاجه، بس انا دلوقتي الاسهل قدامي وقدامك ان احنا لما نكسب دور نروح ناخد عشوائي كده، بدل ما كل ما اكسب دور اروح اقول لكم طب اعملوا لايك ونعمل عجله ونعمل فيلم، هنضيع وقتي ووقتك فاهمني كده، اسهل لي واسهل لك يا اسطى. كل مره ابعت وشير ومش تديني حاجه، انت اللي نحس معلم، اعمل لك ايه؟ وبعدين حط صوره يا عم الاكونت، بدل ما انت عامل زي ما كنت اكونت فيك كده، حط صوره، اي صوره حطها للاكونت، انت ليه راجل خافي كده في نفسك؟ ده بنورك انت يا حزومه، والله بنورك يا معلم، منور اللايف منور المكان كله. ورق حلو اهو، يلا ناخد دور بقى ونقوم نوزع على الناس اللي بتسيح دي. يلا كسبنا ايه؟ مكسبناش حاجه، كسبنا مليون واحد، هو معاه نفس ورقي، فكسبت هنا 500,000 وهو كسب 300,000 عادي، متعوره في دور تاني ان شاء الله. اللي يعجبك، اللي يعجبني ايه؟ طب يا تيتو اللي يعجبني يا اندرو، والله انت راجل محترم حبيبي احمد النجار، والله ده من زوال بس. ما انا وديت بس ما جاتش، انا وديت وهي ما جاتش صح. بقول لك يا وحيد انا عملت شيرات بس اول مره اعمل شير، شوف كده ظهر عندك في الشيرات كده ولا ايه الدنيا؟ اشوف لك يا معلم. يا سلام هنتر، لا ما ظهرش يا محمد يا عماد، يبقى انت كده ما عملتش شيرات في مجموعات، انت ممكن تكون كده عملت شيرات في شتات او بروفايلات او حاجات زي كده، او مثلا عملت شير في جروب او مجموعه بوستات فيها مقفوله وما اتقبلتش لسه، لسه ما اتحسبتش عندي وما سمعتش عندي، بس لا اسمك مش موجود عندي في الشركة. وحيد ار يو سي مي، ايه الانجليش ده يا صاحبي؟ اسمها دو يو سي مي كده يعني، بس ار يو لا ما جاتش معايا، او شايفك صاحبي، هو شايفك. اللايف ده كان محتاج بدري سيكا، لسه انا جاي يا صاحبي، ولا قاعدين قاعده بالتكلب كده على البحر، قاعد معاك شايك شيشتك دومينو طاوله، روقان يا صاحبي والله.
هو يعني كانت عايزة ياكل قعدة يا جدعان. وطبعا ما تنسوش اهم حاجة المليار اللي طار في النص ده والله. تعمل في جروبات والله بيبقى فعلا زي ما بيقولوا الجروبات قافلة. شوف لك بقى جروبات فاتحة بقى، شوف لك جروبات فاتحة عقالة تظبط التفاعل عندنا شوية. غير الكرسي، الكرسي ده نجس ليه يا عم؟ في حد شايل خلاف لمعط ولا ايه؟ مش بالكرسي صح، مش بالكرسي، هي حظوظ بس كده. ناقص لنا ورقة واحدة على الترتيب، ناقص لنا كده ورقة واحدة على الترتيب. هنلعب وزي ما تيجي، يا ينزل لنا ونكسب يا ما تنزلناش ونخسر. ما نزلتناش وخسرنا، معروفة يعني، معروفة. أيوة أنت عندي في الشارع عمر يا حسن، أنت عندي في الشارع. حيث هيروق عليك أخواتي، بس استنى عليه يظبط الدنيا في اللعب. حصل حصل والله. لا أنا مش بصيف يا سيد، أنا أصلا قاعد في اسكندرية، فقلت روق بس على نفسي كده. رحنا قعدنا على البحر كده، ما نزلتش بحر بس قعدنا على البحر. نرجع لأمها بقى، أنت جبت الفايدة والله يا زياد. أنا قاعد هنا متقدر أصلا، مش عارف ألعب وبلعب على الله والله. أفندينا بعت لي كوباية كركديه تقريبا كده، والله أعلم هو يعرف. لا لا لا، قلة أدب، لا قلة أدب، لا ينزل لي الشايب. ها عايزين نقوم نروق على الناس دي كلها. يلا هو كسب بالسبعة وأنا ما كسبتش بالشايبين، قلة أدب يا اسطى. وما أحسن، ما أنا عارف إن وما أحسن، بس في حد في الكومنتات مش عارف هو مين قال لي روح ألعب تاكسيز ومكارتين، فأنا رحت بصراحة. لازم مروج حرجة إمتى يا عم؟ أنا شرفني شرفني أنا معلم يا سولو. من الأسئلة دي ما تسألش يا سولو. ما كسبناش بالشوياب، نكسب بقى بالإيه؟ الشباب الشوياب ما عرفوش يعملوها. يلا ادخل بالولدين، ناخد الدور ده في شوال ان شاء الله. نطلع هو انا مش المفروض ان انا اللي كنت اطلع اصلا النهارده عمر، والله المفروض ان كان اسامه ده يطلع، بس اسامه عشان سكته طويله لسه مروحش، فقلت انا اطلع كده ايه قبل ما هو يروح، عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده، كان هيطلع الفجر بقى. هو في ايه منجسه ليه يا جدعان؟ لا 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 كفايه كده على التاكسيز، احنا خسرانين 30 مليون والله اكتر كده ورا بعض، تك 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 ورا بعض كده. اي نعم لسه ما خسرناش من راس المال بتاعنا اللي احنا داخلين بيه، بس خسرانين خسرانين بتاع حوالي 30 مليون او 35 مليون، فحرام يعني حرام. خلينا نرجع تاني للقمعة، القمعة 9 تنفور، عشان عارف ان انتوا مش بتطيروا 5 تنفور يعني. في ناس ملهاش تقول على الترابيزة من 5 تنفور. خش على القمعة وحيد بتجيب من الاخر والله. حصل حصل، الدور هنا ب 60 دور من هناك والله. بس هي مشكلتها ان هنا الحظ اعلى بكتير من هناك. هناك ممكن تلعب بورق حلو، احتمال انك تكسب مثلا بورق حلو كام؟ 70% 80%. هنا بترمي باي حاجه وعلى الله، محدش فاهم اي حاجه في اي حاجه. خليك على ام خمسه احسن، انت شايف كده سمره؟ بس الناس ملهاش شغل عليها صح. صبح صبح يا حمدي، صبح صبح يا معلم، منور اللايف كله. خليك على ام خمسة احسن. مش عارف مش عارف، طب استنى طبعا نشوف دورين هنا كده، نهبد هبدايه هنا وبعد كده نطلع على ام خمسة فور. ابو يونس منور الدنيا كلها، انا بخير يا حبيبي، انت اخبارك؟ زمسم محمد منور الدنيا كلها معلم. ايوه ما بيعترش. كنت في شاطئ ايه وحيد؟ كنا قاعدين كده في الشاطئ اللي اسمه ايه، حاجه فيستيفال كده، جول فيستيفال. كنا قاعدين في كافيه هناك كده اسمه الواحه، بس قاعده رايقه، في عندهم قعده عربويه كده، قعده بدويه، وعندهم كراسي والمكان حلو هناك. حبيبي انا النجار ده من ذوقك والله. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه قله الادب اللي حصل دي؟ انا ما كنتش على اللعبه اصلا، ايه اللي حصل؟ ايه كده يعني؟ نروح بقى على ابو خمسه بقى، احنا كده اتحشرنا في ركنه ان احنا عايزين نعوض الخساره. الشيلاتي زهره ولا لا؟ لا دي نشوفها في الاخر بقى، مش كل شويه هنزل اشوف الشيلات بتاعت حد، هنشوفها ساعه ما نيجي نوزع. ابو جندي، ابو جندي انت ما اعرفش اصلا انت من اسكندريه يا عم. اللي اعرفه ان ليل من اسكندريه، كان معانا في اللايف اللي فات بيقول ان هو من اسكندريه، محطه الرمل.
ادي يا عم اتعوض ان شاء الله المره الجايه كده كده. ايه كل اجازه بنظبط الاداء، يا رب تخسر يا رب تكسب الحمد لله، يا رب تكسب مليون جيم واحد بس ما تنسانيش. ولا انت كنت بتروح تمسح العربيات ولا في ايه شرف؟ صوتك زي عم الناس. او مين عم الناس لما هو ما خدش بالي؟ هم عمموهم. هتفتح تاني ان شاء الله؟ مش باينه والله، حاسسها كده هتبدا الخساره لحد ما نفتح الاكونت التاني بقى ونظبط الاداء. حاسسها كده لازم نلعب باكونتين عشان يلموا نفسهم. بهجة صابر منور. ايه ده بهجة صابر شخصيا؟ اتفضل يا باشا منور الدنيا يا باشا، منور الدنيا. لايف لايفك والله يا بيه بدل ما يشتمنا. اتفضل اه كسبنا اهو، احنا بنكسب ما احنا حلوين اهو. في ايه امال الدنيا ايه مالها؟ الميزانيه كانت معانا ليه؟ يعني طلعنا ب 20 مليون زياده والله دول ما يجيبوا حق التوزيع اللي بنوزعه، بس لاجل عيون الرجاله دي يعني بنوزع. يلا ايد هات بقى. آه بقى ده صور انت لسه جاي اللايف، لو ما وزعتش عليك امانه عادي ولا هتشتم؟ عشان بفهم بس. لا بص بقى، دي حاجه اللي تزعلني بقى، وانت كسبان المره اللي فاتت على طول وعايز تكسب تاني دلوقتي، عيب والله. سيب غيرك يكسب. صح محمد عماد. انا اصلا بوي مشكله. محمود هندي. احمد ابو جندي. مصطفى الجزار. خمس انفار دول يفتحوا لك الاكونت بتاعتهم، اللي قافل هناخد غيره على طول. اسمه بانجا اليكس. عايز تبانجا اليكس بحالها يا فاجر يا جعش؟ اليكس بحالها يلا تقرب لعنتين المحل يلا ولا ايه؟ فودافون كاش. لا ببعت ملايين بس يا صاحبي والله. ايه الاسامي دي؟ انا فاكر الاسم ده، انا فاكر الاسم ده فشخ. مين ده بقى؟ حد كان بيقعد معايا على ترابيزات ولا ده حد قديم معايا فانا فاكر اسمه؟ بس انت لو بتقعد معايا على ترابيزات الله يسامحك مش هتكلم معاك كتير، بس انا فاكر الاسم ده مألوف فشخ بالنسبه لي. اسم تحس ان هو معطق كده بالنسبه لي. كريزي بوي. رودي. احلى رودي في الدنيا. بس احنا كده ايه رجعنا تاني تقريبا نفس 500 مليون بتوعنا، ولا كسبانين ولا خسرانين. وارجع تاني محلك ساشا، نسحب 17 مليون ونروح نحاول ناخد لنا دور حلو كده ونوزع تاني عادي. ناخد دور ونوزع. بس ادعولي بقى ناخد الدور بس. خلاص كفايه ايديات يا جدعان، مش وزعنا كفايه ايديات بقى. علي انت مش بتنزل ايدي لما قول نزل ايديات. ايديات بس يا شباب عشان نشوف الكومنتات بالله عليكم. خلاص كفايه ايديات، كفايه ايديات، كفايه ايديات يا استاذ. ربنا كل مره معاك في اللايف وعمري ما خدت حاجه والله. اديك شايف يا صاحبي انا باخد عشوائي والله. اوبا ما جاتش معاه ياسين ونزل له 10 بقى معاه توبير. توبير كسبني بتوبير يا جدعان والله. انا معايا نفس التوبير بس هو معاه بالاسين وانا معايا بالشايبين. خلص ماشي يا دنيا. طبعا احنا هنا معانا الترتيب بس معانا علامه واحده معفنه ملهاش لازمه وما تسواش. هنحاول نشوف الورق ولا اقول لك؟ يلا اه جت اهي، عوضنا الدور اللي فات كسبنا بالترتيب. زياد لحد بس ما رضي الكل، لحد ما رضي الكل زياد، وبعد كده نكسب تاني وتالت والله. اه بالظبط والله، كفو عليك والله مصطفى النجار. مش عارف اقول لك ايه، شكرا يا ابني والله. مصطفى بيقول كلام حلو والله، بيقول انا هستنى سحب الشيرات وحد فرصه غير يكسب في السحب العشوائي. خدت حظي بسبب الشيرات يا عم، بس فداك حبيبي يا معلم والله. كله هيتقدر وربنا حاضر كله، بس الناس دي تبطل تكتب الايديات بتاعتها يا جدعان. وربنا ما شايف الكومنتات، مش عارف ارد على الناس والله بيزعلوا.
ابص اتش مضطر ان هو يكتب الكومنت تاني يا عيني عشان اشوفه بسبب الناس اللي عماله تحط ايديات من غير لازمه. اروق على كل حبيب قلبي والله، بس اكسب، بس اكسب واروق على كل. يعني انا معايا الفلاشتين دول، يقوم نازل لي الفلاشايه دي ليه؟ انا مش فاهم. عاوزين نسهر سهرة حلوة، هنسهر إن شاء الله سهرة حلوة. سلام، سهرة حلوة بيكم يا معلم. احنا عايزين نروق كده، شيرات لايكات، الناس اللي قاعدة مش عاملة لايك تعمل لايك، يعني ما أظنش بصراحة، مش عايز أظلم حد، بس ما أظنش يعني حد قاعد من غير ما يعمل لايك، بس لو حد قاعد تحسبا اعمل له لايك. أقول لا يا عم وحيدين الناس اللي لا يا عم، لا يا عم، عم بتكسف يا عم، هيدقاتك كتير مين بس؟ لا 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 لا، الناس دي زي الفل. هينزل 10، التوثيق من الفوز يا صاحبي، انا حاسسها مش نازله، فلا عايزين نكسب مش نخسر. ايه ده، ايه ده نجار اسمها يا رب تكسب. يا نجار انت اكيد كتبت الف مكان الت بالغلط، اكيد انت كان قصدك تدعي لي مش تدعي لنفسك. وزع لما تكسب مكسب حلو. لا يا عم اكسب اي مكسب وانا هوزع، انا مش طالع عشان اجيب فلوس، انا طالع بس عشان اراضي الناس دي، بس يا رب اكسب بس عشان اعرف اكسب الناس، لان انا اكيد مش هبقى خسران وهوزع يعني. انا دي كده قلة ادب بصراحه. اوبا تعالى تعالى على الحجر يا عم، تعالى كده معانا 27 مليون بحالهم. والله كل ما بقفش 20 مليون بقوم اوزعهم. ايديات تاني بقى احمد النجار، مع انك عمال تسبام وقرفني، بس ماشي، المفروض ان انت بتسبامش احمد نجار زي ما قلت لك، عايزها تنزل في وقتها الصح وبس. علي البحيري، عبده عصام غندور، فين علي؟ فين علي عصام؟ اهو علي عصام تعالى. فاضل واحد، فريد نجيه، فريد افتح الاكونت بتاعك. فريد الاسامي اللي انا قلت عليها، الخمس اسامي اللي انا قلت عليها، افتح الاكونت بتاعك. سماره انت خدت ملايين يا سماره، قلت لك سيب فرصه لغيرك يكسب عشان يبقى راضينا اكبر عدد ممكن في اللايف. بعد كده بقى لما نرضي الكل نسحب يا عم اسمك تاني وتالت ورابع وخامس، والله ما هنتضايق، بس عشان يبقى كله طلع متراضي. كومنتك ظاهر يا معلم، كومنتك ظاهر والله، بس معظم الوقت مش هشوفه بسبب الناس اللي بتفضل تحط الايديات بتاعتها وخلاص في الكومنتات. والله ما خدت حاجة وحيد، لا خدت سمر. خدت سمر، أنا عارف أنا بقول إيه. بس خلاص كفاية ده كده في الكومنتات. آه بهجت، أنت لسه ما خدتش ملايين أهو. مفيش حاجة جت إزاي يا علي؟ علي انا واخد الاي دي بتاع كوبي وبعت للخمسه، مفيش واحد فيهم كان قافل. استلم من البريد بقى علي، انت مش عارف ازاي تستلم الجفتات؟ استنى تعال نشوف الضحك اللي فوق ده. عرض خاص لكل شاب فاتح صفحه باسم بنت، فستان فرحك على حسابي وميك اب كمان. ام عمر كلمي، كلم اسف كلمي، مش عارف انا دي بقول لك ايه ولا، بس كلم. لا اخدت سماعه. انت بتقول ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب يا محمد، اللي انت بتقوله يا محمد استغفر الله العظيم يا رب. انت بتقول ايه يا صاحبي؟ يلا رزقكم بقى، رزقكم دور في تيس دور على طول، رزقكم. عبده يا عصام انا مش لسه بعت لك عبده يا جدع، في ايه يا جدع؟ اتش اول اسم اتش، الناس اللي لسه جايه دي ملهاش لازمه بالنسبه لي بصراحه، لما يقعدوا شويه معانا كده بوزع لهم. هوزع على الناس اللي كانت معايا من الاول. عبده، عبده او او
الناس اللي لسه جايه دي لما يقعدوا شويه معانا في اللايف نبقى نكسبهم، ما ينفعش يبقى لسه جاي وتكسب. محمد حسين مفيش حد تاني خلاص يعني. بهجت سوبر ممكن عشان بقاله مثلا بتاع حوالي 10 دقايق معانا، فاضل اسم واحد بس كده. انا بعت لحد قديم بقى اللي جاي، فاضل كله ناس جديدة لسه جاية حالا، مش هينفع تبقى لسه جاية وتاخد زيك زي اللي قاعد من بدري مستني. هبعت لك تاني بقى زياد، زياد حازم هبعت لك تاني خلاص، الباقي كله جديد. اقعدوا معانا حبة وبعد كده اكسبوا. أحلى مسا عليك يا اتش. كوكي يا كوكي، كل الناس بيحبوك. لعبة مش راضية تفتح عندك عادي، على مالك على بالك، احنا مش مستعجلين، احنا كده كده قاعدين في روقان، نكسب ونوزع براحتنا مكان مكاننا زميلي. طب خلاص يبقى هبعت لك انت كمان يا مصطفى، بس مش هينفع اقول لزياد ما ينفعش، هبعت لك خلاص، هبعت لكم انتوا الاثنين، بعت لك يا مصطفى وهبعت لك برضه انت كمان يا زياد. طعم الجبنه الاصلي ابو لاند كده، بعتنا في 6 انفار بدل 5 اهو، والله عامل معاكم واجب. دي عروض دي ما بتنزلش غير في رمضان والله. وبرضه قفلنا على 520، لا والله ما نفع التوزيع دي، والله مش نفع، احنا كده ما بنكسبش، طالعين نخسر كده. بس يلا كله يهون عشان خاطر عيونكم يا رجاله. خلاص كفايه ايدهات بقى، كفايه ايدهات، كسبت يا سمور، كسبت يا سمور. استنى استنى، انا فلتت وانا معايا ورق حلو وما كنتش على ام اللعبه. يلا اكننا كنا هنخسر عادي عادي عادي. كان معانا ترتيب ولا هو كسب ترتيب ولا ايه؟ كنت هتخسر خالد. لما اجي اوزع خالد بحط له دي بتاعك، انت معانا بقالك مده ولما باجي اوزع مش بشوفك. خالد ابو سهله او اسمه ايه؟ سهله. خالد ابو لما نيجي نوزع احط الاي دي بتاعك، انت معانا من بدري بس قاعد مش بتحط الاي دي بتاعك، مش عارف تكسب بقى، مش عايز تكسب ولا انت قاعد عشان تتسلى بس ولا مش عارف، بس انا عايز اكسبك صح. مساء الدلع اهلالي، منور الدنيا يا اهلالي يا جدعان. بفكر كده التوزيع الجاي تبقى لايكات، فهغفلكم مره واحده بصراحه، فاللي قاعد مش عامل لايك يعمل لايك. هغفلكم مره واحده، اللي قاعد مش عامل لايك يعمل لايك بعد اذنكم، عشان ما حدش يجي يقول لي انا ما كسبتش ليه، او استنى وحيد انا ما كنتش عامل لايك. احنا كسبنا كده 30 مليون تمام. مش هنوزع، مفيش حد جديد خلاص، مفيش حد لسه ما خدش ملايين، مفيش حد يعني. انا قمت افتح الجيتات ببص على الكومنتات كده، مفيش حد اصلا يعني، الكل كسبان. عادل محمد انت ما خدتش معايا ملايين من ساعه ما ابتدينا، تعالى بس انا مش لاقي حد بصراحه ابعت له يعني. طب بقول لكم ايه، انا هروح اكمل لعب وهنعمل عجله على لايكات كمان 5 دقايق، هنعمل عجله على اللايكات كمان 5 دقايق، لو مش عامل لايك يعمل لايك. هنوزع بقى خمسات مش ثلاثات، اظبطوا الاداء كده وعايز اشوف لايكات.
الكومنت بتاعك ظاهر روماني، روماني يا يوسف الكومنت بتاعك ظاهر، شفت انا الكومنت ده، بس لو انت كنت بتكتب قبل كده والله ما شفتها. اهلالي انت لسه جاي اللايف، اهلالي صلي على النبي. لا مش هلعب دول، كنا هنخسر، كنا هنخسر، كويس ان احنا ملعبناش. في حاجة غلط وربنا منحوس في اللعبة وفي اللايف ليه كده بس خلوت؟ هو في اللعبة انا مش هقول لك ليه، هو معروفة اي حد نحس في اللعبة عادي، لكن في اللايف ليه بس يا معلم؟ والله نفسي اكسبك لو تلاحظ انت من غير ما تقول لي حاجة، ولا قلت لك نزل الاي دي بتاعك لما اجي اوزع. احمد شحتة انت لسه جاي برضه، اصبر كده على ايه، على رزقك كده كده التوزيع اللي جاي. ام وحيدة اللعبة مش شغالة معايا ليه؟ لا شغالة معايا عادي يا محمد، شغالة معايا على الموبايل وشغالة معايا على الكمبيوتر عادي، ما فيهاش اي مشاكل عندي. طب حاول توضح لي المشكلة بس عشان اعرف اساعدك يعني. حبيبي يا مصطفى موسى صعبت عليك يعني، صعبت عليك، خدت بالي ان انا صعبت عليك. لا فولد فولد فولد، انت بتزود يبقى انت معاك حاجة، معاك ترتيب، مستني ترتيب، معاك 9 كده يعني. وحيد تصدق بالله والله ما كسبت، لو عايز تعيد اللايف وتشوف فرهان انا بحلف بالله. خلاص يا عم ابعت الاي دي وانا مصدق، مش هنتكلم في ملاليم يعني، بس انا فاكر ان انا قلت اسمك يا سمارة، مش عارف بقى، مش عارف ممكن تكون الذاكرة خانتني. انا كبير في السن يا ابني وعندي الزهايمر دلوقتي، فعادي عادي يا اسطى. الكومنت بتاعي ظاهر عندك، ظاهر يا محمد عصام، بس انت ما بتكتبش اصلا، انت عمال تنزل الاي دي وبس. انت شايفني بوزع عشان تقدر تنزل الاي دي؟ لما اجي اوزع بس يا صاحبي نزل الاي دي، ارد على الاي دي اقول له ايه؟ اقرا لك الاي دي بتاعك؟ طيب انا مش عارف اقول لك ايه، انت لو بتتكلم هرد عليك. يلا دور حلو بقى، هوبا ها هتيجي ايه؟ جات اهي، هتيجي ايه؟ جات اهي. لا يا اسطى ما كسبتش تقريبا، ما كسبش قصدك بقى على احمد سماره؟ ممكن عادي عادي، ساعات بتشت مني عادي، ولا يهمك يا سماره، حتى لو كسبت تكسب تاني قبل، انت كفايه بس وجودك معانا في اللايف. شويه كده وهنعمل يا محمد، بس احنا عايزين نسحب الاول اللايكات اللي على اللايف نفسها، فاحنا هنشوف مين اللي عامل لايك على اللايف وهناخد اسمه نحطه في عجله. عشان كده بقول لكم يا جدعان 3 دقايق بالظبط او دقيقتين، كمان دقيقتين وهنسحب الناس اللي عامله لايك على البث. لو في حد قاعد معانا ومش عامل لايك يظبط حاله كويس يعمل لايك. طب اللعبه مش بتفتح مع كل زاويه شغاله معايا؟ طيب يا جدعان في حاجه عند الناس مش عندي، في حاجه غلط. طب ايه اللي بيخلي اللعبه ما تفتحش؟ بيجي لكم ايه المشكله؟ طيب ايه المشكله اللي بتظهر لكم عشان احاول اساعدكم؟ نلعب ولا منلعبش؟ نلعب ولا منلعبش؟ لا اما تكسب 100 مليون الاول. لا اهلالي مش فارقه والله، بالحب ايه جاي بالحب كده؟ لو كسبنا خلاص. ايوه مش هتفتح، انا في حاجه غلط. تراي اجين، طب اللعبه شغاله معايا انا ازاي؟ طيب في حاجه، طب اقول لكم بلاش اللعبه شغاله معايا ازاي، اللعبه شغاله مع الناس اللي انا عمال ابعت لها دي ازاي؟ طيب انتوا واخدين بالكم انا بعت لكام واحد لحد دلوقتي؟ يعني 5 في 5 في 5 في 5، انا بعت لحوالي يا اما 20 يا اما 25 واحد ملايين. ال 25 واحد دول كلهم وانا شغال عندنا اللعبه وانتم مش شغال عندكم، في حاجه غلط صح؟ اه دي هم كانوا فاتحين واللعبه قفلت علينا، ولو قفلنا مش هينفع نفتح تاني، ده اللي انا فهمته منك. اوبا اوبا ها تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى، انت لسه هتتكلم. خدنا منه 26 مليون زي الجردل، زي الجردل ليه؟ لا ده هو جردل اصلا. عندك اهو اندرو دود ده بيقول شغال عادي، اسلاك وهي هتفتح، هو كده الصح. نعمل ايه بقى؟ لايك على الكومنت متثبت، لايك هنا يا رجاله، لايك على الكومنت الحلو متثبت اللي انا لسه ثبته حالا ده اهو. اهو جه كومنت حلو متثبت يا جدعان، لايك عليه.
عارف لو ما كنتش وزعت صاحبي كان زماني ماسك دلوقتي 700 مليون. يلا المهم حب الناس. حب الناس اهم من الناس. في 32 لايك بس، حلو قوي ال 32 اسم دول. الباقي دول بقى يهود مش معانا، معرفهمش. عايز اقول لك اصلا في اسامي في اللايكات انا مش شايفها في الكومنتات اصلا، يعني مين اللي في اللايكات دول الله اعلم، ما حدش يسأل. خدنا على عينينا سبعة فلاش. ما علينا، تعالوا معايا كده تك تك تك. لا استنى، تك 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 لحد الاخر. اول واحد عمل لايك كان علي عصام. هنسحب 5 تنفور، كل نفر فيهم هيكسب 5 مليون من الناس اللي عملت لايكات. يلا بينا، اللي اسمه يطلع يكتب الاي دي على طول. مش عايز بقى حد يبدا يسبام الاي دي عشان اقدر اشوف الناس، عشان ننجز بسرعه ونروح نلعب عشان نوزع تاني. محمود مصطفى مصطفى، لو معانا حوله اكتب الاي دي بتاعك في كومنت عشان ادي لك 5 مليون او ابعت لك 5 مليون. محمود مصطفى مصطفى. بس يا محمد لو حطيت اسمك في العجله بس ما يشغلش بالك بس، خلاص كده هو انت واحد بس، مش حدش يقول لي تاني اسمي مش موجود. تمام محمود مصطفى مصطفى، اكتب الاي دي بتاعك عشان ابعت لك ال 5 مليون جفت. انت كتبتهم كمان. تمام تعالى افتح الاكونت بتاعك. طيب انت فتحت الاكونت وبعت لك ال 5 مليون اهو. اللي بعده كده فضل 4. روماني يوسف، روماني يوسف نزل الاي دي بتاعك روماني عشان ابعت لك ال 5 مليون بتوعك. محمد عماد، احط اسمك يا محمد عماد. حطيت اسمك يا معلم. روماني فين الاي دي بتاعك؟ او روماني حط الاي دي بتاعه. ثانيه ابعت للراجل ده ونيجي نكمل. احلى مسا عليك يا رومان، بعت لك 5 مليون. اللي بعده كده فاضل 3. هلالي هلالي خالد يا هلالي، منور الدنيا كلها. لسه جاي لايف وكسبان، حظك حلو اهو. الاي دي بتاعك بقى اللي في السريع هنسحب كده كده، لسه جايز الشريط يا حمادة لا تقلق. فين خالد هلال يا جدعان؟ فين الاي دي بتاعك؟ احلى مسا عليك يا صاحبي. خالد هلال ينزل الاي دي اهو. احلى 5 مليون على عيونك يا هلال. اللي بعد كده فاضل 2، فاضل 2 بس. فاضل 2 على التوزيعه دي عشان محدش يتذاكر ويروح طالع، احنا لسه هنوزع تاني. محمد عصام، محمد عصام، محمد عصام لو معانا محمد عصام اكتب الاي دي بتاعك في الكومنتات. والله ما عارف محمد عبده شغاله معانا عادي، مفيش اي مشكله. جرب مثلا راستر الواي فاي بتاعك او افتح مثلا من على الداتا. محمد عصام اللي كسب. محمد عصام اصلا انا كان نفسي اكسبه كل يوم بس، حظك حلو. كان نفسي اكسبك انت وروماني. افتح الاكونت بتاعك يا محمد قبل ما يفتح. نسحب اللي بره، اخر واحد كسبان معانا في العجله دي. يا سلام محمد عماد، ابعت الاي دي بتاعك يا محمد عماد. وانت يا محمد عصام افتح الاكونت بتاعك، لحد دلوقتي انت فتحتش. هتكسب يا اندرو، لسه بدري، اللايف لسه طويل. نطلع دور ب30 بقى. بأمارة يا ابو جندي، انا والله العظيم اللي بكسبه بوزعه يا عم. بعت لك يا محمد عصام 5 مليون، كده ما فاضلش غير محمد عماد.
محمد عماد الاي دي بتاعه خلاص هو نزل الاي دي. حظك حلو يا معلم، كسبان معايا 8 مليون النهارده، ولسه اللايف ما خلصتش. انا بادئ اللايف ب 500 مليون يا صاحبي. بص بعد التوزيع بعد ما كسبت كل ده لسه معايا كام؟ 46 مليون مكسب. انا المفروض والله كسبان فوق 250 مليون. فمش هينفع نطلع على ام 30 دلوقتي، لو طلعنا على ام 30 وخسرنا هنقعد مده عشان نعوض ومش هنوزع في المده دي كلها. لكن لو خسرنا 15 مليون عادي ما تعوض يعني مش حوار. مش عارف حتى العب ولا لا والله. انا بقول لا، انا كده بلعب على شرطين بس، ورقتين التانيين ولا لهم اي لازمه. شفتش حتى اللي نزل، بس هو تقريبا كده خد عشان معاه 5 ونزل 5 تاني. وحيد الكارت هيخلص. طب انا اعمل ايه؟ طيب ما انا بكسب ناس على قد ما اقدر. هات لي واحد هنا يقول ان انا مش عامل الصح في اللايف دي. والله انا عامل فوق الصح بشويه يا صاحبي والله، وما قلتش هقفل لسه مكمل اهو. يا رب يا عم نكسب. عادي يا معلم، بتعلق ايدك على كلمة لايك وبتعمل لايك مش حوار. رجعنا ال 15 مليون بتاعنا من نفس الراجل. بص اللي زعلني بقى، ده واحد معانا في اللايف، مش واحد معانا في اللايف وبس، ده واحد معانا في اللايف وزبون عندي، زبون بيشتري وبيبيع لي ملايين. قاعد معايا هنا بتعمل ايه؟ والله ما اعرف يا عم. شكرا يا زبون، تعالى بقى اشتري مني ملايين على الواتس. على النكسه. مفيش حد عنده سلكان بربع جنيه والله. اضحكوا، ده احنا بنشوف العجب وربنا. نروح على متسعة الفرق، شايفين كده يعني؟ طب بقول لكم ايه، تعالوا نشوف الدور ده بيقول ايه وهنطلع بعدها. اوبا، شكل الدور ده بيقول لي خد خازوق. او مش شكل الدور ده، هو كده خلاص انا خدت الخازوق. ما كان باين والله، كان باين من اول، هو بيبان كده من اول 3 ورقات. خلاص يا جدعان هيطلع على الترابيزه ام 25 مليون 9 الفور. ناخد لنا دور واحد كده بقى ب 120 مليون مره واحده. يلا ان شاء الله يعني. بس انا مبدون ان انا بلعب باكونت واحد، انا كنت عايز العب بالاكونتين بس مكسل افتح بصراحه. انت برضه رعونه يا جدعان، انا لسه جاي من تحت وفرهده وبتاع. بعدين الجو بعد ما انا كنت قاعد على البحر الجو حلو وطراوه كده وجو جميل ولطيف، جيت بقى في البيت بقى كاتمه واخرها مروحه وبتاع، ما عنديش تكييف انا مش غني. فانا دخلت البيت بس كده فرهدتني والله. ايه ده ايه ده ايه ده، صلي على النبي، المكتب بيتكسر ولا ايه؟ يا عم ما تشوف كاونتي. كاونتي ايه بس؟ شايفك اتريكه من غير ما تتكلم، اتريكه حاسس بيك صح. حوار اللاكي كات والله عمرها ما جت معايا سكه جزار يا اسطى. والله العظيم انا معاك من بلدي، بس اللعبه كانت مهنجه والله، انا ما خدتش حاجه اقسم بالله. طب انا ما قلتلكش انت كسبت حاجه، ما ظلمتكش انا، في ايه مالك؟ عادي يا معلم هنكسب ونقوم نوزع دلوقتي. صلي على النبي، في ايه؟ لو كان الشايب ده بقى قلب احمر كان يبقى معانا فلاشتين ومعانا فول هاوس بتاعنا ومعانا ترتيبنا، والاثنين دي فلوطه ملهاش اي ستين لازمه، بس هنلعب برضه يعني. بس انا بقول لك لو بقى كان قلب احمر كان يبقى ظابط بصراحه. شايفك يا حمدي، شايفك الحمد لله. لا ده من غير تكييف وحش. والله يا خالد، لا ده من غير تكييف بالتكلب يا خالد، يا ريت تجيب تكييف والله. بس معيش فلوس يا صاحبي، انت لو تزود لنا المرتب شويه تهزها معانا كده احلى مثل الاداره طبعا. اوه وشك حلو قوي يا خالد، وشك حلو حبيبي، خليك قاعد معانا في اللايف. البان منين يا رجاله؟
دورك ده انا عرفت مين اللي حسدني، اللايف كلها حسدتني. لسه انت فاتح فين؟ لا انا مش فاتح اي محل صح. عايز اروح تقعد في سايبر، روح كلم اسامه، انا على الله كده شغال اونلاين بس. ربنا هيرضي يا رب يا عم، ربنا يرضينا عشان اعرف ارضي الناس دي بس. والله ما على الشمال ايه، لا ده احنا اللي شمال لو فكرنا ندي الاداره بقى نعيبه. انا بهزر، ها اوعى حد يوصل له الكلام، بس شكله كده ماشي مش واخد باله يعني. الحمد لله انا كده في حاجه غلط مش عارف. محمد عبده بس مش انت لوحدك يعني، في كذا واحد قال ان اللعبه مش شغاله في كومنتات. طب ما انت اهو بتكسبه لما بيبقى معاكوا شايبين اهو بتكسبه. انا كان في دور متع حرفيا بحوالي 130 مليون ولا 140 مليون وما كسبتوش، وهو معاه شايبين وكسب زي الفل اهو، مفيش اي مشكله. ده فول هاوس ازاي؟ السلام عليكم، الدنيا زي الشطوفه عنده، مفيش اي حاجه يا جدعان، الدنيا سالكه معايا. معاه شايبين كسب خلاص، معروف ومعاكوا شايبين، معاك اسين، معاك بنتين، معاك ولدين، كسبت. مش شغالة أصلا حاجة بيض، شغالة عادي بس هي شغالة مع ناس وناس تقريبا مش عارف بقى. ومقعد خمسة، لا لا عايزين دور هنا عادي عادي، لو حصلنا دورين تلاتة مش حوار، نكسب دور واحد هيعوض كل ده إن شاء الله. أنا مش ناسي حد يا جدعان والله، بس أنتوا اللي ناسيني. الناس اللي قاعدة مش عاملة لايك دي بتزعلني والله. أنا مش ناسي حد بس أنتوا اللي ناسيني والله أخواتي. طب نلعب ولا ما نلعبش بالورق ده؟ نلعب ولا ما نلعبش؟ نلعب ولا ما نلعبش؟ خش يا وحيد على ضمانتي، أحمد عماد بيأكد لي. يا رب يبينوا ورق، يا رب. تشيك يلا، ولا تشيك يلا بالله عليك ولا إيه؟ أنا خايف من الفلاش، بس هو نزل ورقتين، دي حاجة حلوة مش وحشة. كده فاضل لنا ورقة واحدة بس على الترتيب. أنا برضو هشيك، أنا مش هغامر. ولا ألعب عادي ولا كده كده هلعب بقى، ما نازل لي إيس هي أعلى ورقة. هو ده لو بيلعب على الفلاش ونزل له الفلاش هيكسبني، غير كده لأ. إيه ده؟ إيه قلة الأدب دي؟ إيه قلة الأدب والسفالة دي؟ انا خسرت ال 70 مليون زي السلام عليكم كده، كسب تو بير اصلا يعني. ايه قلة الادب دي طيب؟ ايه العكنانة دي طيب؟ والله دي عكنانة يا عم. بس انا فهمت خلاص، انا فهمت انتوا عايزين ايه، فهمت الدنيا عايزة مني ايه. الدنيا دي ما بتجيش غير بالشمال صح، لازم ايه ندخل فيها شمال كده عشان تيجي معانا. ندخل فيها شمال ازاي؟ ابو ضمانات راح فين؟ احمد عماد ابو ضمانات. يا رب تخسرهم، يا رب ياخدك. يلا بم الصح. انا الورق حلو. لو اخدنا دور يرجع لنا المليار اللي خسرناه على البحر. ما خدناش الدور اللي يرجع لنا المليار. هو معاه فول هاوس بصراحة يعني يستاهل. هو معاه فول هاوس، احنا ما كانش معانا حاجة. دلوقتي بقى يجي لنا احنا الفول هاوس. عشان دي اخر دور هلعبه، خسرنا هنقفل اللايف على كده. لو خسرنا هنقفل اللايف على كده. ده بيكول بال 270 مليون، ده كمان بيكول بال 200. الناس دي كفرة يا جدعان. الناس دي كفرة معاها فلوس كتير. سلام وينزل لي بقى ايه رويال فلاش كده بالبنت والايز دول. ولا فول هاوس بالبنتين دول. ولا ما ينزلنيش حاجة خالص أصلا.
انا ناقص لي ولد بس، في فلاش، في تهديد فلاش نازل لي، الفلاش نزلت، الله اكبر، خسرنا بالفلاش. حتى لو نزل لي الولد في فلاشايه موجوده في الارض، ولا شيء لازمه ليس اللي نزل ده اصلا، بالعكس ده اي حد معاه بنت ولد دلوقتي كسب خلاص. احنا كده ايه في الباي باي، بدأنا ب 500 خلصناه ب 300. انا عارف ان هو واقف بكذا ميل، بس هو لو كان حظنا حلو بربع جنيه صاحبي كنا جبنا الدور ده في شوال والله. مش الدور ده بس، الدور ده واللي قبله يا اسطى. روق عليك ايه، انا لسه خسران حوالي 200 مليون، تخلي عندك دم يا اسطى. عموما ان شاء الله بكره وبعد كل يوم في لايف، مش لازم اقول لكم بقى كل يوم في لايف، انتوا فاهمين الدنيا يعني، بس مواعيدها بس مش ثابته. اللي بيقول لي مفيش خمسه وحيده قبل ما تقفل، حابب اقول لك حاجه صاحبي، انا ماسك نفسي من شتمتك بالعافيه والله. ولا ايه، كمل يا عم خلاص، هي كده قافله اصلا من الصبح على فكره. المهم اشوفكم ان شاء الله بكره ولا بعده، شوف الساعات اللي عليا فهمت وقسم عليا لعبتك. طولنا عليكم يا جدعان وطلعنا متاخر معلش كده. تصبحوا على احلى خير في الدنيا كلها، يلا سلام.